السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كلشي يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، بعد ما تبعنا معكم واحد 3 ايام متابعة ديال تحرير الملك العمومي، تحرير الشوارع ديال مدينة تمارة، خصوصا بتراب الملحقة الإدارية الثانية اللي كتعتبر نموذج. فكما كتشوفوا معنا، بعد ما الناس كيتنبهوا المره الاولى والثانيه والثالثه، الا انهم كيستمروا في الامورات ديالهم، في العرقله ديال الطريق، في مجموعه من الامور. ففي هذه اللحظات كيتم الحجز على مجموعه ديال الكرارس، مجموعه ديال الكرارس، لان كنشوفوا بعض الاحيان بعض النقط اللي كتحطوا فيها الكرارس ولا الخضره ولا الديسير كيخليو التكرفيس ومجموعه من الامور. سالا زمن العشوائي الاخوان، هذه رساله لاي واحد كيفكر يدير الكروسه ديالو ولا شي حاجه. فالسيد الوالي جاب لنا اسواق نموذجيه ان شاء الله اللي غيتم التفعيل ديالها في اقرب وقت، اسواق نموذجيه اللي غتكون عندنا في اقرب وقت، وراه الاشغال بدات في الملحقه الاداريه الثانيه، على اساس ان شاء الله انه الناس كلها ناس تابعين لواحد الملحقه غيخدموا فيها، كل ناس تابعين الملحقه غادي يخدموا فيها. يعني لا داعي باش نبقى ندور بالكروسه ديالي ولا الفراشه، فهاد الشيء ما غاديش يبقى بالمره. كنشوفوا انا السيده القائده اليوم الرابع التوالي من الحمله ديال تحرير الشوارع والازقه ديال مدينه تمارة بتراب الملحقه الاداريه الثانيه. وكما كتشوفوا معنا هنا بالجنبات ديال مسجد التقوى، فكنشوفوا واحد الكروسه كبيره اللي كانت هنايا فيها بعض الامور اللي كتعلق بالخضره ولا الديسير. كنشوفوا البلايك هنا اللي كيتحطوا في الطريق بدون يعني سند قانوني، كل شيء بدا كيتحيد الاخوان، فلا مجال باش تضيعوا راسكم في السلعه ديالكم في شي حاجه ديالكم. نديروا كراجات لا قدر الله. دابا راه ملي كتجي تهضر مع شي واحد الاخوان كيقول لك انايا 10 سنين وانا خدام في الكروسه هنا، و10 سنين الانسان على الاقل يكون دار واحد الكراج يدبر يخدم فيه باللي قسم الله. رايتها ما يدار السوق النموذجيه، اسواق نموذجيه جايه في الطريق والناس تقاد الوثائق ديالها، وان شاء الله تخدم الناس فيما هو قانوني، ما هو قانوني صافي. زمن العشوائي الاخوان سالا، زمن العشوائي راه ما بقاش، وما يمكنش دابا كنهضروا على كراج هنا واحد كاري ب 6000 درهم كيدير فيه الخضره والديسير، واحد حاط قدامه طابله لا كرا لا ما لا ضو، شنو هذا الشيء؟ فالامور الاخوان غادي في واحد التوجه اللي صافي سالا زمن العشوائي. هنا كنشوفوا السيده القائده، اعوان السلطه واقفين على العمليه، اي حاجه اي واحد عنده الكروسه فراشه كعرق الطريق، المصير ديال الامور ديالو الحجز، كتحيد له السلعه ديالو، كتمشي للخيريه، المسائل الاخرى كتمشي للفوريان. يعني الامور راه واضحه الاخوان في هذا الباب هذا، فلا داعي باش تضيعوا رزقكم في هذه النقطه هذه. ندبر في واحد الكراج ولا نتشاركوا حنا وجوج الناس في كراج ونديروا داكشي ما تيسر واللي قسم الله، ونخدموا في واحد الاطار قانوني، نحميو راسنا ونخدموا حنا مرتاحين، واللي قسم الله غيجيب الله فيه البركه، اللي قسم الله غيجيب الله فيه البركه. احنا كنشوفوا دابا واحد 4 ولا 5 ديال الصنادق ديال الديسير غيمشيو للخيريه في هذه اللحظات. كنشوفوا كذلك النقطه هنايا، يعني كنشوفوا كانوا فيها بزاف الناس، يعني بقى فيها واحد السيد بوحدو هنايا، راه تم الحجز على السلعه ديالو. 4 ايام ديال الحمله وعمليه العدم، كنا صورنا لكم وراء العماره، ونجي انا اليوم ونحط الكروسه وكان شيئا لم يكن فارا. لا يعقل، لا يعقل الاخوان، لا يعقل. وفي هذه اللحظات غادي ندوزوا من قدام مؤسسه انس بن مالك، وكما كتشوفوا معنا دائما فالحمله متواصله مشاهدينا الكرام. اي حاجه جات في الطريق، اي حاجه ما خداماش معرقله الطريق فغادي تحيد، هذا هو اللي كاين، هذا هو اللي كاين. وفي هذه اللحظات رجعنا للزنقه ديال الذهيبيه اللي كنا دزنا فيها وكانت فيها الحمله، فكنشوفوا الحمله مستمره، وكاين الناس صراحه اللي كيشوفوا الحمله ورغم ذلك كيعاودوا يحطوا كيعاودوا يجيو. فهذه رساله، هذه رساله للاخوان باش ما يضيعوش فرزقهم، يردوا البال، لان الحمله دابا ولات في كاع النقاط في مدينه تمارة، ردوا البال الاخوان. كما كتشوفوا معنا الاخوان، يعني حتى الكرارس اللي جاوا في الزناقي، الكرارس اللي جاوا في الزناقي ما غاديش يبقاو، ما غاديش يبقاو. اي حاجه عندها علاقه بالامور العشوائيه ما غاديش تبقى الاخوان. فرجاء رجاء لا داعي باش نحطوا راسنا في هذه المواقف. فكتشوفوا السيده القائده بكل حزم، يعني المسائل اللي كتعلق بالامور العشوائيه ما غاتبقاش، يعني اي واحد كيركن الكروسه ديالو كيخلي جيبها ويحطها قدام ديور الناس وهذا، فما خدامش هادشي.
هادشي ما خدامش الاخوان، نشوفوا واحد الكراج نتشاركوا فيه جوج الناس ثلاثه ونخدموه، نخدموا بواحد الطريقه اللي هي قانونيه اللي تحمينا وتحمي الناس وما ناذيوش الناس. فكما كتشوفوا اي كروسه غادي تدور في تماره دابا في المصير ديالها للحجز في انتظار الاسواق النموذجيه وشكون الامور قانونيه 100%. كما كتشوفوا هنايا العمليه ديال الحجز على بعض الكراريس المتواجده في بعض الازقه، فعيب وعار نشوفوا كرارس في الصناقي هكذا، عيب وعار. هذا هو اللي كاين الاخوان في السوق النموذجي ديال اهل الحارت. ان شاء الله من واحد الشهر غيكون موجود، نتمنىهم الله الخير والتيسير يا ربي، وفي القريب ان شاء الله الناس يدخلوا اللي غادي يخدموا فيه باش كل الامور مزيانه. كما كتشوفوا العمليه مستمره هنايا ديال جمع الكراريس تحت اشراف السيده القائده السعديه. كما شفتوا معنا متشبعينا الكرام، صورنا لكم البارح هنايا كانت واحد العمليه ديال الهدم ديال تلك الكاريطه اللي كانت هنا في القنت. يعني كتلقى الكاريطه فيها جوج متر وعلى ثلاثه، ما كتعرفها بيت النعاس، ما كتعرفها براكه، ما كتعرفها يعني كاريطه ديال الحراسه. فهذا هو اللي كاين، كانت عندنا العمليه ديال الهدم. فعيب وعار نشوفوا الزناقي نقيين بحال هذا الشكل هذا ولقى فيهم الكرارس هنا مخشيين في القنات. فاليوم كنقولوا بسلامه الامور العشوائيه في مدينه تماره، الامور العشوائيه ما غاديش تبقى في المدينه، وانتم كتشوفوا معنا الامور كيفاش غاديه. الحمله يوميا كاينه الاخوان، فلا داعي كما قلت لكم اننا نحطوا راسنا في الموقف ديال ان تمشينا الكروسه بالسلعه ديالها. السلعه اللي غناخذها يومين ثلاث ايام ربما نبدا بها الكره ديال واحد الكراج. كاينين كراجات في دوار عفوا في الشيخ الضاوي، في الشيخ الضاوي كاين الكراجات موجودين، وبنادم يدير واحد الكراج ويتوكل على الله. كما كتوكل على الله وانت دافع الكروسه ديالك، غتوكل على الله وانت حاط السلعه ديالك في الكراج ديالك وغتمشي الامور مزيانه. هذا هو اللي كاين الاخوان. كما كتشوفوا معنا دائما العمليه ديال تحرير الشوارع من الكروسه من العربات المجروره. انتم كما كتشوفوا معنا كنبغي ناكد الاخوان اللي عندهم العربات المجروره وكذلك الناس اللي كيديروا اللوحات الاشاريه في الطريق، وهذا فهادشي كله ما غاديش يبقى. يعني الانسان يخدم بالرخصه ديالو بالامور تكون مضبوطه، الله يجازيكم بخير، تفاديا لهذا الامر هذا. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، فالقائده السعديه تباشر الاشغال صباح مساء في مجموعه من النقاط تراب الملحقه الاداريه الثانيه اللي كتعتبر نموذج في هذه العمليه هذه ديال تحرير الشوارع ديال مدينه تماره من العربات المجروره. فدائما كنأكد انه نشوفوا حلول بديله، نشوفوا نديروا خدمه اللي تكون يعني في اطار ما هو معقول، ونتفاداو هذه الامور العشوائيه. لانه بعد ما تم القضاء على دور الصافي غتمشي الفراشه الكروسه مجموعه من الامور جايه في الطريق. فبقى لي غنقول لكم الله يدير لي فيها الخير، تهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.